ننتقل الآن لملفنا الخاص بتغطية عرس الشارقة الديمقراطي انتخابات المجلس الاستشاري. العملية الانتخابية في يومها الأول شهدت إقبالا من الناخبين رغم غزارة الأمطار وتقلبات الأحوال الجوية، والدليل هنا في المقر الرئيس للتصويت في الإمارة نادي الشارقة للشطرنج، إذ تعكس لنا عبر نقل مباشر مراسلتنا ريم عيسى أجواء العملية الانتخابية. أهلا بك ريم، كما لاحظنا منذ انطلاق سير العملية الانتخابية في مرحلة التصويت إقبالا لافتا من المصوتين رغم هطول أمطار الخير والرحمة، فكيف هو الحال الآن لديك؟ نعم، أحييكم من نادي الشطرنج بالشارقة لنقل أجواء سير العملية الانتخابية لعرس الشارقة الانتخابي والبرلماني الثاني مشاهدينا، الذي انطلق صباح اليوم. وكما شهدنا هناك توافد كبير من كافة فئات المجتمع بمختلف شرائحه، حقيقة من أفراد، من ناخبين ومن مسؤولين، وكذلك أيضا من أعضاء المجلس السابقين، حتى نتعرف أكثر حول الأجواء هنا حتى هذه اللحظة. معنا هنا في الموقع سعادة ثابت سالم الطريفي، رئيس المركز الانتخابي لإمارة الشارقة. يسعد مساك سعادتك. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سعيد جدا أنا بتواجدي اليوم على قناة الشارقة، و حاب أني أتكلم عن سير العملية الانتخابية اليوم. العملية الانتخابية طبعا مشت اليوم اللهم لك الحمد بكل سلاسة ويسر، وتفاجأ أنا ما شاء الله بالعدد الكبير من الناخبين، ورغم الظروف الجوية الكل عارفينها طبعا، ومشاهدنا اليوم طبعا من خلال الشوارع المحيطة بـ 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 بمركز الدائرة الانتخابية الأولى اللي هي مدينة الشارقة، وإن شاء الله نتمنى تستمر العملية على هذا المنوال خلال الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله سعادتك، بيبا كما نعلم أن العملية الانتخابية هاي انطلقت صباح اليوم وراح تستمر بإذن الله ليوم السبت في 23 من هذا الشهر. حقيقة خلينا نقول هذا بحد ذاته تسهيل، وايضا تسهيل وفرصه للناخبين انهم يتوافدون على المراكز الانتخابيه التسعه المنتشره في اماره الشارقه او مدنها ومناطقها المختلفه. لو اذا تحدثنا عن اليه او طبيعه سير العمليه الانتخابيه. طبعا بالنسبه لطبيعه او سير العمليه الانتخابيه بسيطه جدا، هي ياتي الشخص الناخب من خلال البوابه الرئيسيه، يمر على ممر الامن بدايه، ويدخل مباشره الى 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 موظفين التدقيق هنا يدققون على الهويه بحيث ان يكون مسجل او لا، فاذا كان مسجل طبعا يتوجه مباشره الى الشاشات الموجوده خلفنا هنا، شاشات الاقتراع. والعمليه بسيطه جدا، تتم من خلال الصوره والاسم طبعا او الرقم الانتخابي للمرشح. وبالنسبه للاشخاص اللي ما سبق لهم التسجيل طبعا الجماعه يستعدون منهم ولهم مخرج خاص هنا. قسمت العمليه هنا بالنسبه للدائرة الانتخابيه الى قسمين، قسم مختص بالرجال وقسم مختص بالسيدات، عاملين فصل كامل بينهم. وايضا في عندنا الجزئيه اللي موجوده بالدور الثاني بالنسبه للمرشحين، قسم مختص بالرجال ويطلون مباشرة، وقسم مختص أيضا بالنساء يطلون مباشرة على العملية الانتخابية بالنسبة للمركز. المشاركة في هذه التظاهرة الانتخابية لإمارة الشارقة حقيقة هي مسؤولية وواجب وطني. رسالة حاب توجهها للجمهور، رسالة حاب توجهها لأبناء إمارتنا الغالية الشارقة. أنا أتحدث هنا أنا أتكلم عن تكفينا كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن هذه الانتخابات وبشأن المجلس الاستشاري والمشاركة. فحقيقة لو كنت أنا مسافر خارج الدولة ثقي تماما أني بحجز وبرجع، هذه لأن الكلمة تمس القلب أو من الداخل. فأتمنى من الجميع إن شاء الله اللي تم تسجيلهم
أن ما يتأخرون للقدوم إلى المراكز هنا، وإن شاء الله نحن بدورنا بنقوم بتدليل كافة العقبات إذا كانت هناك عقبات، ويقومون إن شاء الله بالعملية الانتخابية. وفعلا هي تجربة جميلة جدا بالنسبة لنا ولهم. بالتأكيد سعادتك، بس أنا حابة أذكر المشاهدين المراكز الانتخابية هذه من الساعة كم لحد الساعة كم بتكون فاتحة أبوابها؟ هي طبعا بالنسبة لليوم من الساعة 8 إلى 8، من 8 صباحا إلى 8 مساء، وأيضا غدا الخميس من 8 صباحا إلى 8 مساء. بالنسبة ليوم الجمعة هناك فترتين، الفترة الأولى من 8 إلى 11، وبعدين في فترة التوقف لأداء صلاة الجمعة، ومن بعدها تبدأ من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 مساء إن شاء الله، واليوم الأخير أيضا من الساعة 8 إلى 8 مساء بإذن الله. شكرا جزيلا سعادتك، يعني سعادة ثابت سالم الطريفي رئيس المركز الانتخابي لمدينة الشارقة. إذن مشاهدينا الكرام، يعني نعم كل الشارقة اليوم تشارك من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي والبرلماني الثاني على مستوى إمارة الشارقة. وحابة أذكر أيضا المشاهدين أن يعني بإمكانهم الحضور للمراكز الانتخابية حتى يوم السبت في 23 من هذا الشهر من أجل صنع القرار، وأيضا صوتكم أمانة. شكرا لكم.